البارحة انعقد لقاء تحت إشراف الوزير بن موسى مع فيدرالية جمعية الآباء، فما هي أبرز المخرجات ديال هذه الاجتماعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا باسم الأخوان ديالي والأخوات ديالي في المجتمع الوطني، الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأمهات التلاميذ، كنشكر جزيل الشكر لأنفاس بريس على التتبع ديالها والمواكبة ديالها لما يجري في شأن السياسة التعليمية في بلادنا وخاصة المدرسة العمومية. فعلا هذه الإشكالية ديال الإضرابات المتتالية والتوقفات المتتالية ديال الأطر ديال الأكاديميات ما يسمى بالمتعاقدين، إذا كاين إضرابات وإضرابات متتالية، حيث أنه خلقت واحد إشكالية كبيرة وكاين واحد النوع ديال الاستياء والتضامن لدى الأسر المغربية فيما يخص المسألة ديال المصير ديال وليداتهم. إذا هنا وزارة التربية الوطنية في إطار المقاربة التشاركية اللي كينجها مع المواقع الاجتماعيين سواء النقابات أو الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعية آباء وأمهات التلاميذ، تم استدعاء الفيدرالية الوطنية المغربية في شخص رئيسها الأخ حسن أعبد. إذا بصفتي النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعية آباء وأمهات التلاميذ، كان بالنسبة للتدخل ديالنا كفيدرالية وطنية مغربية في شأن ضياع الزمن المدرسي لأبنائنا وبناتنا. إذا هنا لأنه 2016 والمدرسة العمومية الحقيقة هي تعاني الأمرين من جراء هذا التوظيف الجديد ما يسمى بالتعاقد. إذا كان عندنا موقفنا كفيدرالية وطنية مغربية أشرنا لها عدة مناسبات والملتقيات سواء الإقليمية والجهوية الوطنية اللي نظمتها الفيدرالية الوطنية المغربية، قلنا بحق أن القضية ديال التعاقد والإدماج المباشر للأطر ديال وزارة التربية الوطنية هذا ما يمكنش يحل الإشكالية، لابد من التكوين المستمر، لأن في الوقت اللي تسدات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على المستوى الوطني، وكذلك كانت المغادرة القرعية هي في الحقيقة خلات واحد الأثر سلبي، العكس سلبا على الموارد البشرية، لأن المشكل كان خصص مهمل وقت اللي كانت المغادرة القرعية كانت خصص مهمل في نقص الموارد البشرية. إذن هنا التجأت الدولة إلى هذه القضية ديال التعاقد باش أن في إطار ديال التوظيف الجهوي. في هذا الإطار هذا شنو هي أبرز الآثار الناجمة عن التوظيف التعاقد؟ الآن كنشوفوا واحد التوتر، واحد الهدر مدرسي إلى آخره. فعلا هذا قلت أن الدولة اختارت هذه القضية ديال التوظيف الجهوي في إطار المقاربة التشاركية بين الجهات، الخصص بين الجهات، لأن كل جهة عندها الخصوصية ديالها، ولكن وهاد الناس هادو مع كل الأسف انهم اختاروا هذا النوع ديال التوظيف ديال التعاقد، وتم الانتقاء ديالهم وتم دوزوا المباراه ونجحوا، وهذا التزموا على انهم يشتغلوا كأطر ديال الاكاديميات. ولكن اللي المفاجاه هو انه كيطالبوا بالتوظيف ديالهم في الوظيفه العموميه. هنا الدوله مشات في واحد الاتجاه ديال الجهويه، ولكن هذا الشيء كله انعكس. اولا بالنسبه لعندنا جوج نقاط، حنا هاد الناس هادو ما كيخضعوش للتكوين، كما قلت ان المراكز ديال المهن التربيه ديال شحال هادي، كانت المدرسه العليا للاساتذه، كانت المراكز الجهويه ديال المهن التربيه والتكوين، كانت المدرسه المعلمين، كانت كتكون الاطر ديال الاطر التربويه. حاليا هاد المراكز كلها تسدات، الوزارة التجأت لهذا التوظيف المباشر مما انعكس سلبا على التحصيل المدرسي على المردودية ديال الوليدات، خاصة دابا كيشكلوا واحد نسبة كبيرة وتقريبا حوالي 100 ألف إطار تربوي
وفي في الوسط القروي وكاين شي حاجه في الوسط الحضاري. اذا حنا بالنسبه للمطالب ديالهم المساله هذه هي كيضمنها الدستور احتجاج ديالهم الى اخره، ولكن ماشي على حساب ابنائنا وبناتنا، لانه لا يعقل انه اولادنا يصبحوا رهائن ومطيه باش نخدموهم كراهين باش نقدروا نوصلوا للاهداف ديالنا اللي بغينا. اذا كاين واحد العدد ديال الساعات اللي هما ضاعوا فيها، وهذا هضر الزمن ديال المدرسي اللي هما في الحق راه اللي، ولكن علاش ما يتمش الادماج ديالهم في الوظيفه العموميه وكفى المؤمنين شر القتال؟ هذه الاشكاليه دابا ديال حتى ديال المجلس الاعلى ديال الحسابات، درت واحد التقرير غير في هذا الاعمالي، قلت بانه بالنسبه بان هاد التلاميذ في الوسط القروي كاين واحد التدني ديال المستوى بسبب غياب ديال الاطر التربويه. هادي اذا حنا ماشي كاين واحد ضياع ديال الزمن المدرسي سواء في الوسط القروي في الوسط الحضاري. هادي من جهه. فيما يخص المساله ديال الادماج ديالهم، هنا في الاول راه عبرنا على ان هذه القضيه ديال هذه السياسه ديال التعاقد، وخاصه هذه القضيه ديال هي سياسه التعاقد، هي التوجه ديال الدوله. ما يمكنناش المساله هي اختيار وتوجه ديال الدوله، غير انما الكيفيه ديال هاد الناس هادو كيفاش لا يعقل انه يجيبوا من الجامعه مباشره ونعطيه القسم. حتى القضيه ديال التكوين دابا اللي كياخذوا هذا الفوج ديال 2016 ما داروا حتى تكوين. من 2016 عبر البلاغات ديالنا والدائرات ديالنا تفرضت على الوزاره انهم خصهم هاد الناس هادو يتكونوا، وهاد التكوين لمده 6 شهور ولا 7 شهور غير كافيه بتاتا، كيخصهم على الاقل سنتين الاجازه زائد سنتين باش يتكونوا في المهن ديال تربيه التكوين، لان اصعب مهنه ديال هذا هو اصعب مهنه هي المهنه ديال التدريس هي في المجال التربوي. اذا هنا بالنسبه للقاء اللي كان مع السيد الوزير، وانه الوزاره بكل صراحه بغات دير هذا الدعم التربوي، ولكن كيصعب عليها انه لانه هاد الناس هادو راه 100000، كيفاش غادي مثلا تلجا ل 100000 ولا هذا باش انه دير الدعم التربوي؟ هذا كيصعب. اذا التجات الفيدراليه الوطنيه المغربيه باش حنا نلتجئوا لجمعيه اباء اولياء التلاميذ، ونلتجئوا لجمعيه المجتمع المدني باش نتعبدوا كثير اكثر، ولكن هذا ماشي حل، هذا حل ترقيعي بكل صراحه، خاصه ان هاد الدوره الثانيه هي احنا مقبلين على الامتحانات الاشهاديه سواء السنه السادسه والتاسعه والبكالوريا. اذا هنا راه ما يمكنش هذا القضيه ديال الدعم التربوي اللي غادي دير مثلا الجمعيات واللي غادي دير هذا، راه ما يمكنش نحلوا الاشكاليه. لابد من ان الوزاره خاصها بكل صراحه تجلس مع هاد الناس هادو وفي اطار حوار مسؤول باش انه تشوف شي صيغه نصيه ديال حل هاد الاشكاليه. اللي حنا كمتتبعين السياسه التعليميه بلادنا، طبعا الوزاره استدعت هاد الناس هادو الى جانب النقابات التعليميه في اطار تعديل النظام الاساسي واللي غادي يدخلوا فيه حتى هما الناس هادو. ولكن مع الاسف الشديد حنا كنلاحظوا ان وقت الوزاره استدعت هاد الناس هادو للحوار اعتزلوا الاضرابات المتتاليه والتوقفات، وهذا بكل صراحه ان هذا لابد من ايجاد الحل، ولابد اللي كنوجه الخطاب ديالي خاصة الأطر الأكاديمية على أنهم يتحلوا شي شوية بالروح الوطنية، وراه هاد الناس هاد الوليدات هادو اللي كيضيعوا هما المستقبل ديال الوليدات هما عماد ديال الوطن. نعم. كأخير سؤال،
هو الملاحظ ان واحد غياب واحد توحيد ديال الرؤى من طرف النسيج الجمعوي الممثل للاباء على مستوى مدينه مكناس، فلماذا لا يتم التفكير في توحيد الصفوف داخل تنظيم واحد؟ بالنسبه لنا سابقا كنت رئيس الفيدراليه الوطنيه المغربيه ديال جمعيه ابويه التلاميذ. الهدف ديالنا والرساله ديالنا الاسماء هو توحيد الصفوف حتى ماشي غير على مستوى ديال مدينه مكناس ولكن على مستوى وطني. اذا فتم تاسيس واحد العدد ديال الرابطات وديال الفيدراليات على مستوى وطني من طنجه حتى للبويره. اللي بغيت نقول بالنسبه للناس الجمعوي ديال الاباء، هذا السيد هذا اللي كيقول بانه رئيس الفرع الاقليمي راه لا ينتمي لجمعيه ابوي التلاميذ، ما كاينش شي جمعيه ابوي التلاميذ على مستوى ديال مكناس، سواء من مستوى الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي، ما كاينش شي جمعيه ابوي التلاميذ، هل يعقل ان واحد ما كاينش جمعيه ابوي التلاميذ ويكون رئيس الفرع الاقليمي؟ اذا هذا تناقض. الممثل الشرعي هو في مدينة مكناس هي الفيدرالية فيدرالية جمعية أولاد مكناس، ما كاينش شي ممثل آخر، ما كاين لا فرع إقليمي ما كاين حتى شي حاجة، على هادشي باش أنه جا في ذاك الوقت من الأمنية، وكانت الأمنية بغا يدخل، وحنا منعناه